علم الله. الفلسفة اليونانية برضو بتتكلم على علم الله بالكليات، لكن الإسلام بيقول علم الله بالجزئيات. فإزاي هيحصل إذا كان الله لا يعرف ماذا فعل زيد وماذا فعل عمر؟ إزاي هيحاسبهم في يوم القيامة على اللي عملوه؟ فالله لازم يكون عارف كل شيء عشان يبقى فيه حساب. الفلسفة اليونانية بتقول لا، ان العلم بالجزئيات ده معناها ان هو في جديد دايما بيحصل في العقل الالهي، ومعنى كده ان هو ده بينفي كمال الاله، فالله يعلم بالكليات فقط. فالاسلام لا، بيقول ان هو لازم يكون يعلم بالجزئيات عشان يبقى فيه حساب للنفس بعد البعث. فدي ثلاث مسائل رئيسية بتصطدم فيها الفلسفة اليونانية مع الدين الإسلامي. طب ليه بقى، طيب ما دام الموضوع كده من الأول، ليه المسلمين راحوا للفلسفة اليونانية ما دام في الصدمات ديت واضحة من الأول؟ ممكن نقول أول حاجة الحروب والانشقاقات الداخلية، إن هو بعد أحداث بقى الفتنة الكبرى وبداية الانشقاق الفرق في الإسلام، فبقى في كل فرقة عايزة تدعم وجهة نظرها، فحصل ابتدى ان كل فرقة عايزة بتنفتح بقى على مختلف العلوم والثقافات، كل واحد عايز يجيب ما يدعم نظرته او ما يقوله او العقيدة اللي بيبشر بيها، يجيب لها ادلة ومستندات منطقية. وفي ظهر طبقة من المفكرين كمان ابتدوا يشكوا بقى في المنظومة كلها، ويقولوا لا، ان المنظومة على الاقل غير مكتفية بذاتها، وان احنا لازم ندور بره المنظومه دي. فده احد الاسباب اللي هو اتجاهات اللي دفعت المسلمين للانفتاح على الفلسفه اليونانيه. في النقطه الثانيه الدفاع عن الدين، ان هو لما حصل التوسع الدوله الاسلاميه، توسع الامبراطوري بتاعها، ابتدى تضم ناس من مختلف الطوائف والملل والنحل والاديان، والناس دي ابتدت تتكلم على الإسلام، ولو استخدمنا اللغة الأصولية يعني بتطعن في الإسلام. طب هي لما نيجي للجدل الديني محدش يقدر يقول إيه، يقول أصل هو حصل كذا عشان في المقدس بتاعي بيقول كذا. لا، هو المقدس بتاعك ده لا يلزمني زي ما المقدس بتاعنا لا يلزمك، فلازم يكون في قاعدة نتفق عليها احنا الاتنين عشان يحصل حوار ومناقشة. فابتدى المجوس والزرادشت واليهود والمسيحيين سلاش النصارى وبتاع يناقشوا الإسلام ويطرحوا فيه، يطرحوا أفكار وحاجات على قاعدة الفكر والمنطق. فلقوا المسلمين ان هو لازم يحاوروا هؤلاء المخالفين على نفس القاعدة الفكرية دي، فده كان سبب برضو للانفتاح او للعلوم المنطقية والعقلية، ونشأة علم الكلام بدأ من هنا. عشان كده حتى الفلسفة الإسلامية بمعناها الواسع هي بتشمل الفلاسفة المسلمين أو الفلاسفة الإسلاميين وعلم الكلام وأصول الفقه، دي الفلسفة الإسلامية بمعناها الواسع. لكن احنا النهاردة بنتكلم بمعناها الضيق، اللي هي الفلسفة الإسلامية اللي هي كانت معتمدة على الفكر اليوناني بشكل رئيسي.